مشاركة مهني سيارة أجرة الصيف الأول بالقصيبة لهذه المناسبة ديال عيد العرش لاحتلاء صاحب الجلالة الذكرى 17 لعرش أسلافه المنعمين. وإن كان هذا يدل على شيء فإنه يدل على الكثير. الحمد لله مشاركة المجلس البلدي، السلطة المحلية، قائد الدرك الملكي، نائب الأول للمجلس، النائب الثاني، والسلطة والشيوخ المقدمين وأرباب سيارة الأجرة. فإن كان هذا يدل على شيء فهو المشاركة والتلاحم بين جميع الأطراف. ونتيبين الحمد لله بأن احنا أصحاب الطاكسيات احنا موحدين وانسجام كامل الحمد لله، وحنا وراء صاحب الجلالة دائما، جنود مجندين وراء صاحب الجلالة، وتعاون كامل وشامل، وحنا مع المجلس المسير ولا مع السلطات، شخص قائد الدرك الملكي وخليفة الباشا، التعاون تام. احنا هما السلطة الثالثة الحمد لله تتعاونوا مع قضية الدولة. وهنا تنطلبوا السيد الخليفة باش يبلغ واحد الرسالة، احنا فرحانين ومهانين ديال سيارة الأجرة خاصة ديال القصيبة، فرحانين بهذا العيد العرش المجيد. وتنشكروا جميع الحضور وقبلوا علينا على هذه المناسبة اللي هي بسيطة، نتمنى إن شاء الله مرة أخرى تكون كبيرة، ويتعاون معنا إن شاء الله المجلس إن شاء الله باش تكون واحد الحفلة اللي هنا كبيرة. هذا غير احتفال صغير، وتنشكروا الحضور الكريم.